كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم وأكل ملوكي. النهاردة هنتكلم ونحكي قصة الخليفة سليمان بن عبد الملك. سليمان بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي السابع، وهو واحد من خلفاء بني أمية الأقوياء. اتولد بدمشق وبقى خليفة يوم وفاة أخوه الوليد بن عبد الملك عام 96 هجرية، ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة أشهر. كان الناس في دمشق بيسموه مفتاح الخير، نشر العدل وأنصف كل الناس اللي لجأوا له. والخليفة سليمان بن عبد الملك كان وسيم وفصيح جدا، حافظ على اتساع وقوة الدولة الأموية، واهتم جدا بأمور وشؤون الناس. أطلق الأسرى وأخلى السجون وأحسن معاملة الجميع، فكانوا بيحبوه جدا، وكان من أعدل خلفاء بني أمية والمسلمين، واستخلف عمر بن عبد العزيز من بعده. الخليفة مات في ضابق شمال مدينة حلب بعد سنتين وسبع شهور من حكمه. كان بيحب الأكل جدا. روى الإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء أنه أكل 40 دجاجة في يوم واحد، وروى السيوطي في تاريخ الخلفاء أنه أكل في يوم خروف وست دجاجات أو ست فرخات يعني. الخليفة كمان كان بيموت ياكل قطايف، وتسمت كده عشان الناس كانت تتقاطفها من الطبق، يعني كانت تتهافت عليها من الطبق. فبما ان الخليفة كان بيحب القطايف كده، تعالوا نقول لكم طريقة عمل القطايف. خش على المقادير. المقادير لعجينة القطايف هنجيب 3 كوب دقيق ومعلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة ورشة ملح وكوباية ونص مية. تعالوا نقولها كمان مرة: 3 كوبايات دقيق ومعلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة ورشة ملح وكوباية ونص مية. للحشو: معلقتين سمنة، معلقتين سكر، معلقتين مكسرات مفرومة خشن، نص كوباية جبنة موتزاريلا، والعسل بتاع القطايف عبارة عن كوبايتين سكر، كوباية مية، معلقتين عصير ليمون، معلقتين مية ورد. الخطوات هنعملها ازاي بقى؟ هنسخن كوبايتين السكر مع كوباية المية ومعلقتين عصير الليمون ومعلقتين مية الورد لغاية لما يعقد ويتقل. دي الشربات بتاعنا. هنخلط مكونات العجين مع بعض كلها ونسيبها تتخمر لمدة ساعة، اللي هي ايه؟ اللي هي 3 كوب دقيق ومعلقتين سكر ومعلقة بيكنج باودر ومعلقة خميرة ورشة ملح وكوباية ونص مية. هنسخن طاسة تكون ضد اللزق، الحاجات ما تلزقش عليها، معمولة من التفلن، ونبتدي نصب العجين حبة حبة عشان نعمل القطايف. خلي بالكم القطايف بتستوي على وش واحد بس، يعني ما ينفعش نقلبها، عشان كده دايما بنلاقي القطايف في ناحية منها لونها غامق وفي ناحية تانية بتبقى مخربة. هنجيب بولة ونخلط فيها مكونات الحشو ونقلبها كويس، اللي هي معلقتين سمنة، معلقتين سكر، معلقتين مكسرات مفروم خشن، نص كوباية جبنة موتزاريلا. هنحشي القطايف ونقليها في زيت يكون غزير، بعد كده نحطها في العسل ويكون العسل بارد. ودي كانت حكايتنا النهاردة. يارب تكونوا استفدتوا من أكل ملوكي، وانتظرونا إن شاء الله بكرة في نفس معادنا وأكل ملوكي على نجوم فام.